الفنان الكبير عباد الجوهر والمغنية أميمة طالب. تعود أجواء الاحتفالات والجلسات الغنائية إلى المملكة مع ثالث أيام عيد الفطر على مسرح الفنان محمد عبده. بظهور المعتاد بصحبة العود الذي لازمه طوال مسيرته الفنية، احتفل عبادي مع جمهوره بعيدين، عيد الفطر وعيد ميلاده 70. أنا مبسوط أن أنا معيد في الرياض، أول مرة أعيد في الرياض، لكن إحنا وين ما نعيد في المملكة العربية السعودية إحنا بين أهلنا وبين أخواننا وبين حبايبنا، فسعيد أن أنا أعيد معاكم. تصور أن الأجواء جميلة وفي كل مناطق المملكة حفلات واحتفالات، ومن حسن حظ أن أنا موجود في الرياض حفلة الرياض إن شاء الله الليلة، وأنا شايف أن الأجواء جميلة. استمر الجوهر بغناء أشهر مقطوعاته وعزف أجمل ألحانه على أوتار العود، لتفاجئه الفرقة الموسيقية في نهاية إحدى وصلاته الغنائية بعزف مقطوعة موسيقية احتفالاً بعيد ميلاده. أما المفاجأة الثانية فكانت على يد أميمة طالب يلي احتفلت بعيد ميلاده في الكواليس. وخبرنا الفنان عباد الجوهر عن تحضيره لأعمال جديدة. والله أنا عندي أغنية نازلة دحين جديدة إن شاء الله سينجل بعد يمكن 10 أيام، اسمها ظل الذهب، وبعدها ب20 يوم حيكون في ميني ألبوم جديد أيضا، استعدادا لحفلات الصيف إن شاء الله. بعدها أطلت أميمة على جمهورها بإطلالة زاهية احتفالاً بالعيد وبتحقيق أمنية كان نفسها فيها من زمان. سعيدة ومتحمسة أني بعيد مع أهل الرياض على المسرح العظيم، مسرح الأستاذ محمد عبده. أنا كان من زمان خاطري ودي وأتمنى أني أكون في يعني أغني جلسات، وهذه أول جلسة في المملكة العربية السعودية، فمبسوطة جدا بهالتجربة، وإن شاء الله يا رب الناس تستمتع بإذن الله. والجمهور السعودي جمهور عزيز على قلبي جدا، ودائما محضرت لهم أشياء جديدة وتليق بذائقتهم. وفعلا أطربت أميمة الحضور وغنت لهم خاتم الأحباب وبترجع ومادريد وغيرها من الأغاني يلي أمتعت الحضور. وفي رابع أيام العيد احتفل الجمهور السعودي في الدمام مع فنان العرب الكبير محمد عبده. أجواء العيد بالنسبة للمملكة كلها تتشابه طبعاً، الفرحة يعني بفوز بالعبادة قبول بها إن شاء الله، وفي نفس الوقت فرحة النشء والأطفال تبان في عيون الناس أكثر، يعني حقيقة في نفوس الآباء والأمهات، هذه ميزة جميلة جدا في الوطن العربي. وخبرنا فنان العرب عن مشاريعه للأيام القادمة. عنده جولة في أنحاء المملكة لسه، يعني بنوضب إن شاء الله. الآن خرجنا من موسم رمضان وننطلق من الآن ورايح في إعداد برنامج لما بعد الرياض. وبنروح لخامس ليالي جلسات عيد الفطر بالمملكة العربية السعودية يلي أتربنا فيها الفنان رابح صقر، وقدم باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة. والأهم في الليلة هو حفل توقيع تجديد العقد مع شركة روتانا. أنا بقول تجديد عقد، هذا تجديد عهد، وبصقر يعني من الأرقام المهمة في العالم العربي ورقم مهم في شركة روتانا. احنا من البداية ارتبطنا مع الشركة ارتباط وثيق، وصاحب الشركة له أفضال عليه شخصية، له من هذا بيتي، والتوقيع هذا هو مجرد توقيع على ورق للتذكير
ان موقعين مدى الحياه. ومن بعدها انهت الليله تهاني سلطان بجلسه ساحره. اولا ممتنه لشركه روتانا وعلى راسهم سالم الهندي باتاحه هذه الفرصه، خاصه مع فنان استاذ يعتبر في الفن استاذي رابح صقر، وهذه مشاركه يعني تعتبر جميله وفي نفس الوقت سعيده بالنسبه لي، خاصه ان الجمهور كان متفاعل بشكل مريب وحلو بنفس الوقت. الحمد لله كانت تجربه ممتعه والقادم افضل باذن الله.